تخصص الهندسة الطبية الحيوية وتخصص إدارة التكنولوجيا والابتكار، ودمج مع تخصص الهندسة الطبية الحيوية كان جدا مهم خصوصا مع مرور جائحة كورونا. سافرت المهندسة خلود العالي لأمريكا لدراسة هندسة الطب الحيوي، ونجحت إنها تحصل على أكثر من ماجستير في اختصاصات مختلفة. أصرت المهندسة خلود إنها ما تخلي صعوبات الحياة وعقباتها توقف في طريقها، وقررت إنها تسافر في رحلة نجاح طويلة وصلتها إلى أفريقيا وتحديداً رواندا، واللي كانت بالنسبة لها تجربة غيرت مسار حياتها. حالياً تشتغل خلود العلي مهندسة في الطب الحيوي في شركة ألتيما جينومكس، وتستمر برسم صورة مشرقة للمرأة السعودية في الخارج. بعد التخرج من مرحلة الماجستير والله الحمد من منطقة بيتسبرغ، كانت عندي رغبة كبيرة أنه أنا ألتحق بإحدى الشركات البايوتك في سيليكون فالي الواقعة قرب سان فرانسيسكو. الشركات هنا إن كانت شركات ناشئة أم كبيرة هي رائدة بمجال البايوتك، فأخذ مني تقريبا عدة أشهر ما بين التخرج إلى التحاق بشركة ألتيما جينومكس. شركة ألتيما جينومكس هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومن أهم أهدافنا هي فهم دراسة الأحماض النووية والجينات الوراثية حتى نتقدم في دراسة الطب والأحياء وصحة الإنسان. She had recently graduated from her university and was looking for a position that we were also looking for. Khulud has been an engineer who's been dedicated, been able to be flexible with the fast-paced environments that we have at Ultima. حالياً أعمل في السيليكون فالي بالDNA sequencing بشكل عام، وطبيعة عملي تعتبر ميدانية، فأنا دائماً أكون متواجدة في مراكز الأبحاث حيث تتواجد أجهزة المعامل. أنا أشتغل مع مجموعة من المهندسين بمختلف التخصصات. أنا مسؤولة عن جمع وإحصاء العينات، تحليل البيانات، بالإضافة إلى إدارة الجهاز بشكل عام، إن كانت من ناحية الصيانة أو المتابعة أو المساعدة في تطوير الجهاز. خلود شخصية قيادية بالفطرة، قادرة على الإدارة، قادرة أنها تدير اللي حولها، وهذا شيء أثره واضح على الحياة بشكل عام. So and all this goes here, and we have that. It's this way. You break it. خلال السنتين الأخيرتين بدراستها، كنت أتلقى دعوات من الجامعة بحيث أن أحضر تكريمها، والتقيت حتى برئيس الجامعة بوقتها. كان دائماً يشيد بخلود وأثرها على الجامعة اللي موجود لحد الآن. خلال مسيرتي التعليمية من أجمل الأشياء هو حصولي على عدة جوائز بجانب التفوق والتميز العلمي والأكاديمي، كانت جوائز تختص بالقيادة والخدمة المجتمعية. كنت أتطوع داخل الحرم الجامعي بمنظمات داخل الجامعة مع مجموعة من الطلاب. كبر معي العمل المجتمعي إلى أني وصلت للمجتمع المحيط، المكتبة، المستشفيات، وكان كلها خلال فترة الدراسة. طبعاً هي كانت خير تمثيل للفتاة السعودية من جميع النواحي، كانت دائماً تدخل في مجالات تطوع
وكان هذا يعني واضح أثره على سواء المجتمع السعودي في أمريكا أو المجتمع الأمريكي حتى بنفسه. أستشعر الجانب الإنساني في كل عمل أقوم فيه، وهذا ولله الحمد يعني من كنت صغيرة أنا تعلمت العطاء من والدي، وكبر معي هذا العطاء وحب الخدمة المجتمعية إلى ما وصلت للمرحلة الجامعية، ولله الحمد أنا تمكنت أني أنا أقدم هذا المجال أوسع وأكبر لأن أكون في أرض تحتاجني. رواندا كانت رحلة غيرت حياتي بشكل كبير جدا. أنا قدرت أدمج تخصصي بالخدمة المجتمعية، ولله الحمد تمكنت إني أنا أكون جزء من مجموعة من الطلبة داخل وخارج أمريكا. توجهنا وقضينا الصيف كامل في رواندا، وقدرنا نخدم ونساعد المهندسين والفنيين بإدارة وصيانة وجرد الأجهزة الطبية. يعني خلال فترة قصيرة تقريباً شهرين ونص إلى ثلاثة أشهر قدرت أنا وزميلتي بالعمل إدارة وإرجاع ما يقارب 50 جهاز إلى داخل المستشفى. أنا جداً ممتنة أني أنا حظيت بفرصة أني أنا أعمل في مستشفى الملك فيصل الواقع في كيغالي عاصمة رواندا. يعني كانت من أجمل التجارب أني أنا أشوف امتداد عطاء الدولة لمثل هذه الدول المحتاجة، وبشكل خاص عرفت مكانتي في ودوري في تخصص الهندسة الطبية.